يجب علينا أن نصل إلى دعم كبير من المجتمع والدول والمدن والأقاليم. وبالدرجة الأولى الاقتصاد الذي يعيش ليس على حساب المستوردات وإنما على المنتجات الداخلية والتي تقدم المنتجات الحديثة والتقنيات، وهذا كله ضمن طاقاتنا، وهذا يخلق المسارات للتطوير، وهذا يوجد لدينا. واليوم شركاتنا تنتج المنتجات التي لها صفات عالية والتي لا تقل عن المنتجات الدولية الأخرى. وهنا أطلب منكم ألا تقومون بالنسخ، وإنما أن نكون خطوة ونتقدم خطوة إلى الأمام. الآن نحن لدينا بضاعة ولكن هي ليست معروفة كثيرا. واليوم عندما زرت المعرض فلقد رأيت أن هناك أشياء كثيرة مفيدة، وأأمل أن بفضل مثل هذه المنتجات يمكن أن تتعرف الناس على أكثر عدد منها. وكما هو معروف فإن الهيمنة لا يمكن أن تكون إلى اللانهاية، فشركاتنا قادرة على المنافسة ولقد أثبتنا هذا الأمر. وأنتم تنافسون أو المنافسين من الغرب في أسواقنا، هنا أصبحت الآن ممكن الإنتاج في ضمن بلدنا، ولقد أثبتت صناعنا أنهم يمكن أن يصنعوا أفضل مما كان موجود. ونحن نعمل لكي نطور هذه الصناعات والماركات والتي سوف تفتخر بها دولتنا وسوف تصبح معروفة ليس فقط في روسيا وإنما في العالم أجمع. ونحن جميعا وأنتم رجال الأعمال تعرفون أنه لا شيء يتم فورا، فإنه يتم تدريجيا، ونحن نبدأ من توسيع أسواقنا من دول رابطة الدول المستقلة ومن ثم إلى ما بعد ذلك، فهذه إمكانيات كبيرة. وحتى دول البريكس أنتم تعرفون فهناك العدد الأكبر من سكان الأرض يعيش ضمن هذه دول هذه المنظومة. ولذلك فإني طلبت من مبادرة وكالة المبادرات الاستراتيجية بأن تقدم الماركات الجديدة وتدعو الشركات المتوسطة والصغيرة. وأعتقد أن كما قالوا لي أنه ستأتي إلى المنافسة أكثر من 500 شركة، وثبت أنه خلال شهرين تم تقديم أكثر من 5000 طلب من المنتجين للأغذية والتقنيات العالية، والمنافسة عالية جدا كما أفهم، والمنتصرون يستحقون هذا النصر، فأهنئكم جميعا بهذا النجاح. وكما ذكرت حول المعرض الذي كنت قد زرته، أود أن أقول أن النتائج التي معروضة في هذا المعرض مذهلة، وإدارة الرئيس والحكومة أطلب منهم أن يلفتوا الانتباه ويقوموا بمنح جوائز للفائزين في هذه المنافسات. ومرة أخرى أطلب أن نهنئهم. ومرة أخرى أنا واثق أن النصر في هذا المجال هو بفضل ذكائكم في مجال الأعمال، وأنا متأكد أن كل منتصر وفائز في هذا العمل سوف يحصل على الدعم من قبل المشاريع الوطنية لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة. وفي السنوات السبع الأخيرة فإن الحصول على الشهادات للماركات في روسيا كان قد تقلص لثلاثة مرات وثلاث أضعاف ووصل إلى 4 أشهر. وأذكر أنه في العام الماضي فإنه في الولايات المتحدة فإن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى 14 شهرا.
شكراً. وفي الصين أيضاً من سنة إلى سنتين. واليوم يبدأ عمل القانون أو في هذه السنة التي تسمح بإنتاج البضائع ليس فقط للشركات.